شيخنا الفاضل، الحديث معك ذو شجون، ومهنة التعليم مهنة نبيلة، مهنة راقية. ما هي الرسالة التي تبعث بها إلى المعلمين الجدد أو الأساتذة الجدد؟ وبالمقابل ما هي النصيحة التي تنصح بها تلاميذ وطلاب اليوم؟ استغفر الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم المؤسسة التعليمية بالأحرى وزارة التربية تمتلك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله من شباب وشبان يحملون شهادات عليا، يحملون روح فيهم الكثير من لهم الروح، روح العلم، روح النهضة، روح. نريد أن دولتنا تفتح لهم المجال، تفتح للبحث العلمي، تفتح لهؤلاء الطلبة بأن يشقوا طريقهم بما أخذوه من علم، فلن يقيدوهم بهذه المراجع وبهذه الكتب التي يمكن أن مؤلفها لا يفقهون شيء. فلقد وجدنا وغيرنا من وجدوا ما يسيء إلينا كجزائريين، ما يسيء إلينا كمسلمين، ما يسيء إلينا حتى كعرب. لقد وجدوا عبارات في الكتب نتاعنا مهينة، مهينة للشخصية الجزائرية. الشخصية الجزائرية تتميز شخصية الجزائري بصفتين هامتين، أولها العروبة. العروبة، العربي متميز بالشخصية، واللي ما يعرفش العربي وما يعرفش، هناك مراجع يروح لمقدمة مخدون يقرأ كيف للعرب ويقرأ أن أصل العرب أصلهم عرب وليس من العجم. ثانيا ولله الحمد ولله له المنة أننا من أمة الإسلام نتميز عن الشعوب الأخرى بالأخلاق الفاضلة، بالدين، بالرفعة، بالحشمة. فنظامنا قد، ما لا أقول قد أفسد ولا أقول قد أخطأ، فهناك من هم في وزارة التعليم مسخوا شعبنا بسلوكات لا أدري ما أقول، مانيش قادر نقولها، لأنني نشوف في الطلبة في المتوسط، في الطلبة في الثانوي، في الطلبة في الجامعات. لم نعد من تلك الأمة العربية الإسلامية خلاص. لقد خرجنا، وأنا لست ضد التطور ولست ضد الحضارة ولا أبدا. الحضارة علم والعلم أصوله طيبة، لكن ما نراه اليوم مشين مشين مشين. هل نستطيع أن نعوض الجيل كما يسمونه الجيل الذهبي للتربية والتعليم؟ بكل بساطة، بكل بساطة، بجرة قلم من رأس السلطة فوق، سنصبح دولة عظمى، سنصبح دولة إسلامية، سنقيم عدلا، سنقيم إنصافا، سنقيم رفاهية، سنقيم حضارة عربية أصيلة تعتمد على العلم وعلى الدين دون أن تنحرف عن العالم. نأخذ من العالم ما ينفعنا كأمة عربية إسلامية، شيء لا ليس له صلة بأمتنا وبديننا في المال، في الأهل. فلماذا نأخذ شيئا ليس فيه شيء منه؟ ألا ترى في الواقع الآن، الواقع الذي نعيشه، أن الكل ينقد، ينقد المعلم، ينقد التلميذ، ينقد الوزارة، الكل ينقد كل شيء. النقد هذا يا أسلوب حضار، كانوا العلماء والأدباء عندما يؤلفون كتبهم سيضعونهم للنقد، والنقد البناء والنقد الإيجابي إيجابي، والنقد السلبي فهو سلبي على مريض. روح لي رفضني الحال. إذا المهم أن أبنائنا خلوهم عايشين بحرية، لا تكون الحرية المطلقة اللي راهم عايشين الآن بسبب الغرب، بسبب الغرب أننا عايشين ظروف صعيبة. ولسنا ضد الحضارة أبدا، ولكن نأخذ منها ما يلزمنا، ما يلزمنا وما يلزم أمتنا. أنا أمة حضارة، لنا حضارة أكثر من الأوروبية. من اكتشفها؟
من اكتشف البوصلة؟ من اكتشف البارومتر؟ من اكتشف الصفر؟ من كتب الحروف؟ من صنع الكلاليب التي صنعها ابن سينا؟ من؟ احنا اول البشر من صنع الحضارة، ولكن للاسف الشديد فينا من يسعى ان يحرف ابنائنا الى الغرب، الى الغرب. انا لست ضد الغرب، ناخذ منه، وايضا الغرب له علم وله كفاءات، ناخذ ما يفيدنا، اما ناخذ منه في اخلاقنا لا. الاخلاق والدين خط احمر بيننا وبين الاوروبيين، هما لهم حريتهم المطلقه ونحن كمسلمين لنا حريتنا لا حدود، لا حد. سنضع حدودا، وكما قلت لك في بجرة قلم تصبح دولتنا من احسن الدول، بجرة قلم سنقيم عدلا وسنقيم انصافا وسنرجع هيبتنا وقوتنا اللي كانوا بياتنا. اليوم رانا اصبحنا عرضة لكل الناس بسبب منهم في اعلى السلطة ماهمش واعيين بهذه المسؤولية. لا اقول انهم مهملين ولا ابدا، ومش واعيين باللي رانا راهي رايحه، رانا رايحين شيء سيء راه يشرفنا ويخرجنا عن امتنا. ما هي في الاخير نشكرك على الاستضافه، وما هي اسوأ لحظه عشتها طوال مسيرتك المهنيه؟